ينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة الصحة السيد سيف البدر. أهلا بك سيد سيف. إذا ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، اليوم لأول مرة يسجل العراق 1006 إصابة بفيروس كورونا، ما أسباب هذا الارتفاع برأيك؟ شكرا جزيلا، تحية لك المشاهدين الكرام. يعني كما بينت الوزارة في بياناتها السابقة عدة أسباب يمكن تفسير هذا الارتفاع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة والمتوقع. حقيقة عدم الالتزام الواضح بتوجيهات وزارة الصحة والبيئة، نعم، وكل قرارات الحظر السابقة ما كان التزام لمضمونها سواء كان شامل أو جزئي أو مناطقي. زيادة القدرة التشخيصية لمؤسسات وزارة الصحة، زيادة أعداد المختبرات، زيادة أعداد الفحوصات المختبرية المجرات كل يوم، وأيضا المسوحات الميدانية التي بدأت بها وزارة الصحة منذ أسابيع لتحديد أماكن محتملة لتكون بؤر للإصابات وتوجيه فرق وزارة الصحة أكثر من 1100 فريق حوالي في بغداد والمحافظات. الاكتشاف الحالات الصامتة إذا صح التعبير، وهي الحالات اللي ما تكون عليها أعراض ظاهرة. رغم الإصابات الزياد في الحالات المشخصة في الأيام الأخيرة، لكن لحد هذا الحال، لحد هذه اللحظة عفوا، الوضع تحت السيطرة، ويمكن لمؤسسات وزارة الصحة التعامل مع هذه الأعداد ونناشد ونطلب. يعني استيعاب القطاع الصحي في العراق جاهز لمواجهة هذا الارتفاع بفيروس كورونا؟ لحد هذه اللحظة ردهات العناية التنفسية والعناية المركزة من 1000 سرير، احنا الإشغال السريري حوالي 60. لكن هذا لا يعني ابدا اننا تعدينا مرحله الخطر، احنا لا سمح الله صار تفشي ومئات او الاف الاصابات، اي نظام صحي في العالم وليس فقط العراق لا يستطيع ان يتعامل مع هذه الزيادات، واحنا لاحظنا شلون دول مستقره وغنيه مع المشاكل اللي موجوده في العراق، نعم، نظامها الصحي انهارت او شبه انهارت امام الاعداد الكبيره من الاصابات والوفيات، ولذلك نرجع نطبق المبدا الأساسي في الصحة وهو مبدأ الوقاية خير من العلاج. نكرر على الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وتجنب. نعم دكتور سيف، كثيرا يعني ما توجه أصابع الاتهام وتوضع المسؤولية على المواطن العراقي أو على المجتمع العراقي بشكل عام، وأنه كان هناك تهاون بالتباعد الاجتماعي. هل تعتقد أن هناك قصور في عملية التوعية الاجتماعية؟ المواطن لا يدرك حجم الخطر بشكل حقيقي، لأنه كان في تقصير بالحملات التوعوية التي تحذر من خطورة المرض. احنا ما نحب يعني مصطلح توجيه الاتهامات. موضوع التوعية هو مشكلة في العراق بشكل واضح، هو في كل بلدان العالم، حتى البلدان الغربية مثلا لاحظنا اكو نسبة من المجتمع عندهم انكار وتشكيك وعدم تصديق بموضوع الوضع الأوبئة بشكل عام وكورونا بشكل خاص. بالنسبة لنا كوزارة الصحة وإعلام وزارة الصحة والجهات التثقيفية في وزارة الصحة، احنا من بداية الجائحة من بدأت بالصين وكانت فقط في ووهان محصورة ما موجودة خارج الصين، احنا بدينا بموضوع التوعية والتثقيف وناشدنا وسائل الإعلام. انا شخصيا وجهت عدة رسائل لكل وسائل الإعلام لكل فضائيات ومنها فضائيتكم الكريمة بضرورة التثقيف والتوعية عن كورونا. بكل صراحة كانت الاستجابة متفاوتة، بعض الجهات الإعلامية كانت سباقة ومبادرة، والبعض كان يعني مشككين وغير متعاون، والبعض لحد الآن أيضا ليس بالمستوى المطلوب. لكن بشكل عام الاستجابة الإعلامية تصاعدت خلال الأشهر الماضية. هناك فئات يعني غير قليلة كانوا غير مصدقين غير متعاونين، اتجهوا نحو يعني التعاون والالتزام، لكن بكل صراحة وبنفس الوقت توجد جهات إعلامية، بعض الجهات معروفة وغير معروفة، التي عملت بالضد من هذا وبدأت تشكك في بيانات الوزارة وما يصدر عنها من توضيحات حول جائحة كورونا، ولحد الآن البعض منهم. وهذا يحتاج عمل تضامني ليس فقط مسؤولية وزارة الصحة، صحيح، مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن، القيادات الدينية، المجتمعية، إدارات، يعني أي شخص عنده جمهور وعنده ناس تحترم رأيه، أنتم وسائل الإعلام، الشخصيات الإعلامية،
هي مسؤولية الجميع سيدتي، ليست مسؤولية وزارة الصحة ولا نعم. الحكومة فقط، لابد أن يتعاضد الجميع الجميع لمواجهة من هذا أجل الخطر. الحد من خطر كورونا. دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر.